مشاهدينا نحييكم من جديد. بالتأكيد بعد المعلومات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر وزير الداخلية اليوم والمتعلقة بالتجسس والتخابر ونقل معلومات تتعلق بالأمن القومي ومستندات تتعلق بالأمن القومي إلى قطر، وهي القضية التي شاهدنا تسجيلا مصورا بالصوت والصورة لأحد المتهمين وهو يعترف كيف تم الحصول على هذه المستندات من الصرفي مستشار محمد مرسي الرئيس المعزول من خلال ابنته، وكيف تم نقلها بعد ذلك إلى قطر، وكيف التقوا بضابط مخابرات قطري. بالتأكيد السؤال الذي سيتبادر على الأذهان هو: هل ده معناه أن هذه المعلومات وهذه المستندات المتعلقة بالأمن القومي يمكن أن تشكل تهديدا لمصر؟ طب كيف سنتعامل معها، خاصة أننا لدينا الأصول، لدينا أصول هذه المستندات كما قال وزير الداخلية، وتم نقل صور هذه المستندات، وحتبدأ قناة الجزيرة في استخدامها، وأيضا حتبدأ المخابرات القطرية وربما الأمريكية أيضا في استخدام بعض هذه المستندات. طب هل معنى ذلك أن أمننا القومي في خطر؟ ما الذي يمكن أن نفعله؟ ضيفي اللواء محمود زاهر ضابط مخابرات سابق وخبير أمني سيجيب لنا على هذا السؤال. سيادة اللواء أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ زاهر. الجانب الأول، أولا هل ما استمعنا إليه مخيف، يعني يجب أن نتعامل معه بأهمية، ولا البعض يمكن أنه يقول وإيه يعني ده لا يهدد شيئا؟ يعني هل ما استمعنا إليه في اعترافات أحد المتهمين ده يهدد الأمن القومي بالفعل؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، واسمح لي أشكرك على التقديم اللي حضرتك قدمته والسؤال الانفرادي اللي حضرتك طرحته. يعني لا، ما فيش حاجة اسمها شيء سهل وشيء ما يهددش، لا دي معلومات خطر جدا ومهددة للأمن القومي، وبتكلف أجهزة الأمن في مصر سواء كانت مخابرات عامة أو حربية أو أمن وطني بالنسبة لوزارة الداخلية، لا بتكلفها تكلفة عالية جدا. وده هنأتي ليه لو حضرتك حبيت في الإجابة على الأسئلة. طيب أنا يعني السؤال اللي هيجي للأذهان على طول، البعض يعني ربما يضعون أيديهم على قلوبهم، بمعنى أنه إيه ده، معلومات أمن قومي، مستندات أمن قومي، طب هنعمل إيه؟ ما الذي يمكن أن نفعله، وما الذي تعتقد بأنه أجهزة الدولة السيادية أو أجهزة المخابرات ستفعله لمواجهة ما حدث؟ هو ده اللي بشكر حضرتك عليه، لأنه سؤال مهم للغاية، وبالنسبة لكم يعني شيء خاص جدا أن حضرتك تسأل ده، ولكن أرجو أن حضرتك تديني مساحة نوضح فيها أمر معين، لأن الناس مش فاهمة يعني إيه معلومات تخرج من مؤسسة رئاسة. الهدف الأساسي كان لمجموعة خوان المسلمين أو هكذا سماها العقاد، أنه يدمر أي مستند خاص بالتنظيم وبالجماعة. ده بالنسبة لمؤسسة الرئاسة، وبالنسبة للأجهزة الأمنية اللي كان عندهم استعداد وتخطيط أنهم يهيمنوا عليها، وأجهزة أخرى في الدولة زي مثلا الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي المحاسبات وخلافه، بحيث يبيض وش التنظيم ويطمس تاريخه بالكامل. ده كان الهدف الأساسي. نأتي لنقطة تانية، إزاي المعلومات دي بتتحفظ في رئاسة الجمهورية، وإزاي بتستخرج بأمر واحد فقط وهو من رئيس الدولة، وهي إيه المعلومات دي؟ المعلومات دي بتروح من أجهزة سيادية، سواء من القوات المسلحة، سواء من المخابرات العامة اللي مباشرة تخص رئيس الدولة، أو من وزارة الداخلية من خلال الأمن الوطني أو أمن الدولة. هذه المعلومات بتخص مؤسسات، بتخص سياسات، بتخص أفراد، بتخص استراتيجية عامة للدولة ومهدداتها. يعني لما يطلع تقرير بيقول الدولة الفلانية بتتصرف كذا وده مهدد، المعلومة دي لما تخرج يبقى الدولة اللي هتوصل لها المعلومة دي عرفت انها مهدد، وعرفت ان المعلومة وصلت. هذه امثلة.
ده نماذج. نماذج يعني لو كان في بعض المستندات مثلا المتعلقه باسرائيل فليكن بالاوضاع على ليبيا وتهريب الاسلحه أيوة. من ليبيا الى مصر كل ده معناه انه ما قامت به الاجهزه حتى من تقديم معلومات لتفادي مصائب وكوارث ولكشف بعض المخططات التي تحاك ضدنا هيتم نقلها يعني. وحضرتك بذكاء شديد لا يخفى عليك سالت سؤال قلت اسرائيل وده هيودينا الحته هل حضرتك وانت بتقدم الحلقه بتقول طب ده تسربت وهتطلع لدوله قطر لو عندي دولة قطر فقط احيانا المعلومة على دولة تقيلة ما تعرفش تستفاد منها لان حجم الاستراتيجية بتاع اي دولة هنا كلما كبرت الاستراتيجية بتاعتها وبقت محكمة ولها سواء كانت هيمنة او كانت رادع المعلومة تفيدها لان عندها خريطة كاملة اما اديها لدولة صغيرة المعلومة تبقى تقيلة عليها ما تعرفش تستفاد منها وبالتالي ده بيأكد لنا شيء لان المعلومة كانت بتطلع من قطر الى الحليف الرئيسي في المنطقة وهي تركيا ومن تركيا للحليف الرئيسي سواء مباشرة من قطر للولايات المتحدة أو من تركيا للولايات المتحدة حينما أقول الولايات المتحدة والمعلومة توصل لها وهذه استراتيجية هيمنة على مستوى دولي وهي حليفة أم أو بنت لإسرائيل يبقى المعلومات واصلة إسرائيل هنا الخطورة أنا ما يهمنيش أنها تبقى قطر لو المعلومات عندها بس وهتطلع تبغبغ بها في قناة وبتاع مهم وشيء جارح وشيء مش مظبوط لأنه إفشاء يعني هي بدل ما هتسلم هتستغلها بس ده رخيص إنما اللي يهمني ما وراء المعلومة هتروح لمين كلما راحت لدولة قوية ده يأثر فيه وده السؤال الهام جدا ولكن برضو قبلها عايز أحيط حضرتك علما المعلومات اللي احنا اتفقنا نوعياتها بتوصل رئاسة الجمهورية في مؤسسة الرئاسة خزن بطريقة معينة ومحكمة توضع فيها هذه المعلومات وليس فرض اللي يضعها مش فرض لا 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 خزائن للمعلومات دي دولة هنا اللي بيحط المعلومة بالسيستم بتاعها بتسجيلها مش فرض دي مجموعة وجزء منها مخابرات رئاسة الجمهورية حضرتك تعلم ان هناك مخابرات خاصة بتاع لرئاسة الجمهورية تبع لمين؟ تبع لأيه ولا تبع للرئاسة؟ لا 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 هنا بتأتي شايلة الأمن كله بأجهزته الثلاثة ولكن تحصينا لهذه المؤسسة لأن عندنا خطوات الأمن دائما أبدا بتحصن بعضها دائما أبدا بتحصن بعضها عشان في النهاية تؤمن المعلومة وحينما تسترجع لاستخدامها برضو يؤمن استرجاعها وهي دي النقطة اللي أقصد أقولها ثم تعود لمكانها بعد التوظيف المحكم إذن أنا هنا الخزنة اللي بتخش فيها المعلومة في مجموعة يعني عندي مدير مكتب بياخد إمضة في أن المعلومات دي تطلع من رئيس الجمهورية لأنه المسؤول الأول والأخير عشان هنا يصب على المحاكمة على هذه المعلومات وتداولها داخل مؤسسة الرئاسة خد بالك حضرتك من الحته دي مهمه جدا يبقى المجموعه دي بما فيها مدير مكتبه بما فيها اللي قائم على رئاسه الجمهوريه زي مثلا سابق العهد ده عزمي ده فلان اللي هو ماسك رئاسه الجمهوريه وهنا جاء اسم احمد عبد العاطي مدير مكتب محمد مرسي ده مجموعه مستشار محمد مرسي لشؤون المعلومات اللي ابنته هي التي أيوة. نقلت هذه المستندات إليهم تمام يبقى هنا سبق خطوة لازم الناس تعرفها إن أول ما مرسي دخل المؤسسة شال الأطقم اللي كانت موجودة وحط أطقم بديلة هنا نقف وقفة أجهزة الأمن وبما فيها المخابرات العامة أول ما تشوف سيستم زي ده يبقى فيه خطأ طب نرجع خطوة تانية المعلومة ما بتروح للرئاسة لها أصول اساسا في اجهزه المخابرات واجهزه الامن والاصل اللي بيطلع هو اصل واصل وسري للغايه سري للغايه يعني مخصص لرئيس الدوله يبقى هنا عندي اصول نمره واحد اهم حاجه عندي الاصل لان الصور ممكن يشك فيها كديل مخابراتي او سياسي او خلافه يبقى الاصول بنامن ونطمن بنقول الاصول موجوده ما خرجتش وما ينفعش تخرج هو مرسي استخرجها لأن مرسي كان اسمه عامل التنظيم أو عامل مكتب الإرشاد في مؤسسة الرئاسة
زي ما يقول عامل بغداد وعامل سوريا كنظام خلافة والقصة اللي هم عايشين فيها. فهنا العصابة اللي حواليه اللي حطها خلاص بقت سهلة، لأن في هنا سؤال دقيق جدا، زي ما بنقول هو مرسي اللي هيمضي ومسؤول ويستخرج المعلومات. طب انت بتقول انه عامل يعني ما هوش ذات قيمة، يبقى العصابة هتاخد الكلام ده، وده اللي حصل. فهنا طب انت عندك بتقول دلوقتي في خزنة، يعني الوضع التقليدي انه في خزائن داخل معلومات قصر أيوة. الرئاسة توضع فيها هذه الوثائق والمستندات والمكاتبات التي تأتي لرئيس الدولة من جهات سيادية لأنها تتعلق بمعلومات حساسة مزبوط. تهدد الأمن القومي سري للغاية، وبتقول إنه مش أي حد يفتح هذه الخزنة، لازم بأمر منه استدعاء المعلومة اللي هو عايز يشوفها ويراجعها، ومين اللي هتتراجع معاه المعلومات ثم يرجع المستند. هنا كانت المعلومات بتطلع تتصور ويبقى فيه صور، طب أجهزة الأمن ما بتخرجش برا دي، بدأت تخرج مع مرسي نفسه. يعني المعلومة المشاعة إن سين من الناس هو اللي خرج الصور، لا، اللي خرجها مرسي واداها لأنها وزير الداخلية أكد اليوم إنه في الوقت اللي يعني ما بين الانتقالي الوقت الساعات القليلة ما بين نجاح 30/6 وبيان 3/7 من القوات المسلحة، هو مع احترامي وهي معلومة فيها جزء طبعا أساسي وطبيعي، لا كان في قبل كده شغل بيتم وتحت الكنترول. ليه؟ لأن في معلومة لازم نفهمها. الأجهزة السيادية في بلدنا كانت عارفة التنظيم ده لو مسك الدولة هيعمل إيه، ولكن كان إمكانيات إن أنا أشيله، سواء إمكانيات سياسية، إمكانيات وعي بالنسبة للشعب، إمكانيات طوائف وطيارات، ما تسمح ليش إن أنا أعمل ده في التوقيت إلا بعد ما أتمكن وأكشف المرض وقصة. يعني سؤال حضرتك الأهم واللي حضرتك سألته، طب الصور دي لما طلعت وبعدها نشر على الجزيرة مباشر خلاص، طيب هنا الخطر اللي حصل على الأمن بيحصل إيه؟ دي أهم نقطة. المعلومة اللي بتخرج حضرتك والجهاز يعلم انها خرجت، لازم هنا يبقى ببوستاي احتمال الدولة الفلانية دي، ولازم يركز على اقوى دولة، يبقى انا بتكلم على الستيتس او بتكلم على تركيا، مش على قطر، مش على قطر. هتستخدمها ازاي؟ الضربة هتجيلي منين؟ ما انا خرج من عندي معلومة. نمرة واحد، ازاي اتقي ان المعلومة دي تصبح غير مهمة بالنسبة لي، يعني اللي هيشطني او هيستهدفني فيها ما تأثرش في امني القومي، وده مجهود كبير ماهيش مسألة كده سهلة. نمرة اتنين، اثبت ان دي مازالت المعلومة عشان اداري التعديل بتاعها، واعمل احتمال الدولة الاخرى هتستغل المعلومة دي ازاي، واوهمها بان طبعا يعني الكلام بنقوله بسيط، الامور ما بتبقاش كده، ان تظل المعلومة اللي عندها اللي هي مسكتها عندها يقين ان دي المعلومة الاساسية اللي ما زالت قائمة عندي. في هذا التوقيت يصبح استهدافها بالنسبة لي ما هوش استهداف حقيقي، وده اللي تم فعلا لما طلعت لهم معلومات عن امكانيات سواء عسكرية او سياسية او استراتيجية، وفوجئوا بان الاستراتيجية او خريطة المستقبل بهدوء لما بنقولها مختلفة تماما عما هم يتصوروا ان المعلومات اللي في ايديهم كانت خانقة مصر. ولكن كل ده لا يهون اطلاقا من ان ما حدث هو شيء صعب جدا معلوماتيا، هو صعب جدا سياسيا، هو خيانة بكل المقاييس وتهديد حقيقي، انها بيساوي مجهود ضخم قوي عشان تخلي التهديد يبقى مجرد بالونة الاستهداف يروح لها وتبقى انت رسمت تخطيط جديد على معلومات جديدة. طيب هنا ساتلو، ما هو معنى كلامك كده انه ربما يتم ادخال الرئيس المعزول محمد مرسي كمتهم في هذه القضية كمسؤول عن انه هذه المستندات يعني تم نقلها من قصر الرئاسة بهذا الشكل؟ لا، ده مش احتمال يخش، ده هو متهم رئيسي، ده هو المتهم الرئيسي في ده، الباقي كلهم شركاء في الجريمة، الباقي كلهم برضو في المحاكمة والـ 34 أو خلافه شركاء في الجريمة. لا انا بتكلم في القضية المتعلقة اللي بالتخابر. تم الكشف عنها اليوم، خد بال حضرتك، لان هي منفصلة عن القضية اللي بيتم محاكمة محمد مرسي. لا، الحقيقة مش منفصلة، مش منفصلة، والحقيقة ما هيش اخر مرحلة.
وتنبهنا قبل كده ان المحاكمه في قضايا التخابر واللي بتطلع، لان في هنا توقيت زي ما بقول لحضرتك من شويه، ازاي انا بقى بطلع المعلومه واعمل لها قضيه؟ لان انا لو كشفت نفسي بقضيه كامله من البدايه، لا ده كلام ما يمشيش مع اللي انا قلته لحضرتك، ان انا بعمل تخطيط معين بحيث اللي مستهدفني من بره ده اللي يهمني. انا ما يهمنيش قوي المحاكمات الداخليه، ده قضاء هيدلها ويدي حكمه فيها وتاخد وقت ما تاخد، انما انا يهمني المعلومات اللي اتكشفت دي تاثر في امني القومي ازاي، ولازم اغيرها وابدلها دون ما استراتيجيتي الامنيه، وامنيه دي بتساوي اقتصاد وسياسه واجتماع وبحث علمي وقصه طويله، مش امنيه بمعنى الناس اللي بتفهمه. واخد بال حضرتك؟ اذا هنا لا، محمد مرسي المتهم، مش متهم، المتهم الرئيسي، الباقي كلهم شركاء في الجريمه. طيب هنا خلينا نوضح بشكل أكبر، لو في مستندات تتعلق بقضية ما تتعلق بإسرائيل أو بالحدود مع ليبيا كما أوضحت، هنا كيف سيتم التعامل مع مستند بهذا الشيء؟ يعني الأجهزة السيادية التي قدمت معلومات تتعلق بده هتشتغل إزاي بشكل واقعي حتى تحبط استخدام هذه المعلومات؟ هتعمل ايه؟ لا يعني ده سؤال طبعا مش اعلامي خالص، وحتى انا ما اعرفش اجابته. ازاي ده سيستم؟ اللي اقدر اقوله في سيستم لهذا، وباكد ان لا انا اتجرحت، يعني في جرح حصل، ادويه ازاي؟ اعالجه ازاي؟ اعمل زي ما قلت حضرتك، ازاي المستهدف يروح بعيد عني؟ دي امور انا ما عنديش معلومات. تعالوا نشاهد جزءا من اعترافات احمد علي عبادة عفيفي احد المتهمين في قضية نقل مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، نقلها إلى قطر بعد أن التقى من خلال مجموعة من المتهمين أيضا بأحد ضباط المخابرات القطرية، وكانت قناة الجزيرة وسيطا في هذه القضية، أخذوا هذه المستندات من ابنة مستشار محمد مرسي لشؤون المعلومات، طلع المعلومات وباعوها وخانوا الوطن، لأنه معظم هذه المستندات فيها معلومات تهدد الأمن القومي. تعالوا نشاهد جزءا من هذه الاعترافات. قالت لي أنا أعرف معرفة شخصية بنت أمين السراوي، فأنا والله ما أعرف مين أمين السراوي. قلت لها أمين السراوي ده كان في مكتب محمد مرسي، وفي ورق كتير جدا هم مطلعينه من جوه المكتب دوت، تمام، ما بين بقى امين واحمد عبد العاطي. البنت عندها شنط كتير، مبدئيا ثلاث شنط. قلت كويس، ايه قصه الشنط ديت؟ يعني رايحين فين بيها؟ قالت لي مطالبين ان الحاجات ديت تتنشر. قلت انا هجيب واحد انا واثق فيه، بس انا مهتم اتعرف عليه طبعا، اسمه محمد الكيلاني، تمام؟ احنا لسه ما شفناش اي حاجه، وما قالوا ان الورق في المعادي في بيت اسماء، تمام؟ قلت لهم حاضر اجيب لكم العربيه. يا كلاني قالوا تعالى لو سمحت. جه كلاني قابلهم، خدوا المراقبه البيت معايا، جاب الورق. طب هنفتح الورق ده فين؟ وهنعمل ايه؟ وهنروح ازاي؟ تمام؟ انا لسه ما اعرفش ايه في الورق، يعني البنت قالت عشان حاجات ان دي من مكتب محمد مرسي المراسلات، بس انا لسه هقطع وهقرا الورق. صدق خالد حمدي، تمام؟ وجالي هو واحد صاحبي. خالد حمدي مين؟ خالد حمدي خالد حمدي رضوان، ابن المهندس حمدي رضوان، مسؤول المكتب السياسي للخمسين، اعتقد يا في طنطا يا في 140 كلها، وكان عضو مجلس الشعب. رحنا لشقه خالد، تمام، فتحنا الورق، كانت صعقه لينا كلنا انه الورق بالحجم الثقيل دوت، كان احنا مش متخيلين ان احنا نمشي. انت ومين؟ كنت انا قاعد في قعدتي، انا ومحمد الكيلاني و خالد حمدي اللي هو صاحب الشقة اللي أنا مكتوب عليها، وأيمن جاب وانضم وأسماء وضمنا أبو خالد بعد كده. شاف الورق قال لي يا إخوانا الورق ده لازم يختفي. فجأة لقيت علاء جاي بيقول لي أنا تواصلت مع الجزيرة. قلت له تواصلت إزاي؟ قال لي أنا تواصلت مع الجزيرة عن طريق رغم إن إبراهيم المصري اللي عرفني علاء شغال في الجزيرة مباشر مصر. فاهم؟ لكن علاء كان عشان كاتب بيكتب كتير جدا في الجزيرة توك، معروف في الجزيرة توك، مدير الجزيرة توك فلسطيني وعرف كويس، بس فيه جدا.
اتكلم معاه في الموضوع، قال له تعالى لي، قال له اجي لك فين؟ قال له تعالى، قال له انا علينا لبش، يعني دي هنا في مصر لبش. قال له طب انا ابعت لك تطلع على تركيا. سافر على الجزيره وقعد في شيراتون الدوحه، وكان بيكلمني سكايب، حتى ما بيكلمنيش فايبر بتاع سكايب، صوته صوره يعني. ف قابل ابراهيم هلال مدير قطاع الاخبار في الدوحه مصري، وبدا يتكلم معاه في تفاصيل الموضوع. دي ايه؟ لا طب دي لا، دي اه دي لا، دي لا، يقول لي لا لا. قلت له ربنا يسهل عليك ان شاء الله، ربنا يسهل. فبدا بقى انا طالب نص مليون دولار، انا طالب مليون دولار، انا طالب كذا. بقول على انا مش عارف الدنيا هتمشي ازاي، انا شايف ان احنا النهارده يعني مش صح وخيانه ولا عرف في داهيه. علاء لما راح هناك قابل رئيس مجلس اداره قناه الجزيره. ده جزء من الاعترافات، فيها طبعا قناة الجزيرة، وفيها للأسف الشديد مصريون يعملون في قناة الجزيرة أيضا ويقدمون أنفسهم على أنهم صناع إعلام. سيد لواء، هيبقى كمان في اهتمام بأنه قضية من هذا النوع يعني. طب ما هو ده ممكن يكون اللي تم ضبطه، هل معنى كده انه في مستندات تانية تتعلق بالامن القومي اضع احتمالا بانه تم تسريبها الى جهات كثيرة ومتعددة، يعني يخليني في حالة فزع اذا ضبطت قضية؟ ده معناه ان في قضايا انت ما ضبطتهاش وفي مستندات، في معلومات امن قومي تم تسريبها. ده مسألة حتمية حضرتك يا استاذ وائل، ان لو البيت اتفتح فيه شباك يبقى لازم اعمل حسابي ان لا، كان البيبان كلها مفتحة. وبقول لحضرتك ده هيبقى مجهود، مش هيبقى، هو كان يعني، وده المسألة دي مرحلة دي لها سابق. لا، اما يحصل عندي تسريب ورقة واحدة لازم اعمل حسابي لكل المنظومة. ده احتمال، ده لازم يتعمل كده. اللي حضرتك بتسأله ما عرفش بقى انت حضرتك بتشتغل فين بالظبط، لا ده لازم يتعمل كده، السيستم كله يتغير، المعلومات كلها يحتمل ويتعمل عليها تستات واختبارات هي وصلت ولا لا، ومهما عملت من اختبارات يظل جواك شك ان الاخر بيوهمك ان المعلومه مش عنده. ده معنى كده ان كل المعلومات اللي كانت موجوده في خزائن الرئاسه المرسله من جهات سياديه لرئيس المعزول محمد مرسي كلها ربما يكون تم نقلها الى دول مختلفة لا من بس دول التنظيم الدولي للاخوان. بس في هنا سؤال برضو عشان اهلنا يطمئنوا، المعلومات اللي بتخش خزنة رئاسة الجمهورية هناك خزائن وليست خزنة، فهنا بيبقى في المعلومات اللي هي بتساوي المرحلة دي بتبقى اوريدي موجودة، لان دي ممكن يتم التداول فيها. في معلومات بتبقى خلاص انتهى وقتها ودي خلاص هتتحفظ بطريقة معينة وممكن في رئاسة الجمهورية يتم دشتها، انما ما ينفعش تدميرها بالنسبة للأجهزة السيادية. فمش كل المعلومات بتبقى موجودة مثلا من طول عمر الدولة يبقى كل معلومات الدولة موجودة، لا، المعلومات بتبقى موجودة بمقاييس معينة. التوقيت ده ممكن ايه القضايا اللي تصار فيه كذا وكذا وكذا، يبقى المعلومات دي ممكن رئيس الجمهورية يطلع عليها، وساعات يستغنى عن انه يستقرئ المعلومات والتقارير السابقة بانه يستدعي المسؤولين في أجهزة الأمن ويتناقش في حيثيات صغيرة. طب النقطة دي أنا ما هيش مربوطة، يوضحوها. طب إزاي أضمن إن ده ما يحصلش؟ ما فيش عندي في أجهزة الأمن على مستوى الأمن القومي كلمة أضمن إلا بمجهودي أنا، وأوصل للتأكيد من يعني خلالي. كيف أقيد رئيس الجمهورية أو أي مسؤول من تسريب مستندات بهذا الشكل؟ طبعا ده برضو سؤال محترم قوي. هو فيه هنا هتأتي حاجتين. نمرة واحد، أنا خادم بالمعلومات لمؤسسة الرئاسة وفي عندي مشروعية للخدمة دي، وفي عندي قانون بيحكم المؤسسات أنها تتعامل مع رئيس الجمهورية في هذا الإطار. ولكن دائما أبدا الرجل الأمن وخاصة اللي على مستوى عالي، لما بتكلم على مخابرات أيا كانت عامة أو حربية أو أمن دولة، هو عنده حتة إزاي أنا ليه عينتين يعني. بأدي واجبي
من حقي هتطلب معلومة لازم هديها لك، ده حقك. إنما إزاي يبقى أنا عندي، خاصة لو أنا عندي الشك بل اليقين في إن اللي قدامي مش مظبوط، إزاي أتقي بالمعلومة دي لها وقاية، يعني أسلوب وقاية. إنما كلما كان الأمر طبيعي جدا، رئيس دولة منتخب، رئيس دولة منتمي، رئيس دولة السي في بتاعه وحياته معروفة، الاختبارات عليه أو نقط الشك اللي بتعملها أجهزة المخابرات كلها جات إيجابية، هنا التعامل بيبقى مريح، ويظل أسلوب إن أنا بحتاط قائم، ده أسلوب كامل يعني بالنسبة لي أجهزة المخابرات. لواء محمود زاهر، أنا بتوجه لحضرتك بالشكر على يعني ما يتعلق بهذه القضية. ربما هذه مجموعة من التساؤلات، ممكن تكون في تساؤلات تانية، ولكن ليس محبذا أو مطلوبا أو صحيا أو وطنيا حتى أن نناقشها على الهواء، لكن بالتأكيد الأجهزة تعمل حساب لكل ذلك. يعني أنا متأكد من ده بالإضافة أن في أسئلة كتير ممكن ما يبقاش أنا عندي الإجابة ليها. طيب بتوجه لحضرتك بالشكر. بعد الفاصل هنسيبكم للأغاني الوطنية، أغاني عبد الحليم حافظ التي تدغدغ المشاعر والعواطف الوطنية وتستنهض الهمم في الذكرى 37 لعبد الحليم حافظ، نحتاج لاستعادتها. 80 دقيقة أغاني وطنية لعبد الحليم حافظ، أعتقد أنها أفضل كثيرا ممن يمكن أن يقدمه الكثير من الساسة، وأفضل حتى من المنتديات والندوات والمكلمات العديدة والمختلفة. ده الفن المصري الذي حاولت جماعة الإخوان طمسه وتشويهه. تعالوا نستعيد أغاني عبد الحليم حافظ الوطنية، 80 دقيقة أغاني وطنية بعد الفاصل، وبعدها كما اعتدنا بنعد لكم أهم التحقيقات التي بدأنا بها الحلقة.